أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي أبواب منفذ كرم أبو سالم لليوم الرابع أمام شاحنات مصرية ولم تسمح بدخول أي منها، وعادت مرة أخرى إلى محيط معبر رفح من الجانب المصري. هذا وتمارس قوات الاحتلال أقصى درجات العنف والتعسف ضد الشاحنات من خلال عرقلة دخولها إلى المدنيين والنازحين بقطاع غزة الذين يعانون من أزمات وكوارث إنسانية جراء الحرب الإسرائيلية. المزيد يطلع عليه مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. نعم مشاهدينا الكرام، بعد التحية لازلنا نتابع معكم كل الجهود المصرية المبذولة من أجل إنفاذ المساعدات المختلفة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. لليوم الخامس على التوالي أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبواب منفذ كرم أبو سالم أمام الشاحنات المصرية ولم تسمح لأي منها بالدخول، وعادت مرة أخرى إلى محيط معبر رفح من الجانب المصري. اليوم توجهت 109 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مساعدات غذائية وإنسانية، وأيضا شاحنات تحمل دقيق و زجاجات للمياه. كل هذه الشاحنات عادت بكل حمولتها مرة أخرى إلى الأراضي المصرية. إذن نحن أمام موقف يزداد تعقيدا وسوءا يوما بعد يوم بسبب الإجراءات التعسفية الكبيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تستهدف عرقلة دخول تلك المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، والضغط على هذا الشعب الشقيق الذي يعاني من أزمات وكوارث إنسانية بسبب قلة الإمدادات الغذائية والدوائية والطبية، وأيضا المحروقات اللازمة لعمل المستشفيات والتي خرج منها أكثر من 150 مستشفى إلى الآن ومركز صحي، وأصبحت غير قادرة على استقبال المزيد من الجرحى والمصابين جراء الحرب الإسرائيلية. هذا هو المشهد لدينا مشاهدينا الكرام إلى الآن، وأعود إليكم مرة أخرى.